بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا ل chapter 4 اللي هو الستريب فوتينج، إن شاء الله هنبتدي ناخد خطوات تصميم الستريب فوتينج اللي هي أول جزء اللي هو الجزء الثاني design of strip footing steps اللي هي خطوات التصميم. زي ما تعلمنا في الأجزاء السابقة، عشان نصمم أي فوتينج لازم يبقى عندي بعض الداتا، فبيبقى عندي given النت allowable bearing capacity of the soil اللي هي الكيونت allowable، بيبقى مديني كمان yield stress of steel اللي هي الF yield، الكاركترستيك compressive strength of the concrete اللي هي الF CU، الwall load، والwall load دوت اللي هو البي wall بيبقى طن بالمتر run، يعني أنا كأني واخد شريحة من الwall عرضها 1 متر وجبت الأحمال عليها. طب افرض أنا اديتك الحمل على الwall كله، بسطة خالص، لو أنت قسمته على الطول بتاع الwall تقدر تخليه طن برميتر ران أو تخليه كيلو نيوتن على الميتر ران. لازم طبعا يديني الويتس بتاعت الwall اللي هنسميها البي wall، ومديني سمك الخرسانة العادية. طبعا زي ما احنا اتعلمنا قبل كده وقلنا امتى بنعمل الستريب فوتينج، والله عندي حيطة بالشكل دوت، او ممكن يبقى عندي كور هنا هوت، او كور بالشكل ده بتاع الاسانسير في المباني، او كور عشان يقاوم الشير وول. فطبعا الحمل برضك هيبقى جاي طن برميتر رام على مين؟ على الحيطة ديت، وادي الوول بتاعي. وزي ما احنا خدنا سيكشن المرة اللي فاتت بيبقى ادي الوول، وبعدين دي الخرسانة المسلحة، وبعدين الخرسانة العادية. طيب عندي المعطيات دي، نتعلم بقى او نراجع الخطوات بتاعتنا. اول خطوة بنجيب مين؟ اللودز. اللودز هنجيب البي ووركينج، او البي بقى هنا ووركينج هي البي وول نفسها، اما البي ألتيميت فهي 1.5 في البي ووركينج. طيب عايز اجيب الدايمنشنز. الدايمنشنز احنا اتفقنا ان انا واخد شريحة عرضها كام؟ 1 متر. فالموضوع هيعتمد على حسب مين؟ سمك الخرسانة العادية. فطبعا لو انت اتفقنا ان سمك الخرسانة العادية ماله اقل من كام؟ من 20 سنتي، ففي الحالة دي هجيب مقاس الخرسانة مين؟ المسلحة. اجيبها ازاي؟ اجيب الاريا بتاعت الرينفورسد كونكريت بتساوي البي ووركينج على الكيونت اللاوبل. الاريا ديت عبارة عن كام؟ هي 1 متر في مين؟ في البي بتاعت مين؟ بتاعت الار سي، وليست بتاعت البي سي. ليه؟ عشان البلين كونكريت مش شغالة معايا، سمكها اقل من 20 سنتي، فبقى 1 في البي ار سي، يبقى اقدر اطلع من هنا البي ار سي بالميتر. طبعا دي لازم تقرب لاقرب 5 سنتي بالزيادة. وبعد كده لو عايز اجيب بقى البي بي سي، بخلص الرفرفة اللي هنا اللي هي بناخدها بتساوي تقريبا التي بي سي، فبقت البي بتاعت البي سي بتساوي ايه؟ بتساوي البي ار سي زائد 2 تي بي سي. يبقى انا كده جبت المقاس بتاعي. طيب الستريسز، طبعا اتفقنا انا عندي اللود هنا ده طن برميتر ران، وعايز الستريسز هنا، فبجيب حاجة اسمها سيجما نت اللي هي البي ووركينج على الاريا بتاعت الرينفورسينج كونكريت اللي هي البي ار سي اللي سيادتك جبتها في مين؟ في 1، ودي لازم تكون اقل من مين؟ من الكيو نت الاول. عايز اجيب الاف التيميت نت اللي هي 1.5 في السيجما نت، او اقول بتساوي البي التيميت على برضك البي ار سي في 1 متر. طبعا ده كله على اساس ان سمك الخرسانة العادية اقل من 20. لو كان اكبر من او يساوي 20، يبقى انت مفروض هتجيب الدايمنشنز بتاعت الخرسانة العادية الاول، يعني هتجيب الاريا بتاعت البلين كونكريت، وبعدين نجيب السي بي سي زي ما تعلمنا في الايزوليتد فوتينج، وبعدين اطلع البي بتاعت الار سي بالظبط. طبعا دي ابسط من الايزوليتد فوتينج، على اساس ان انت واخد شريحة عرضها 1 متر. يبقى احنا جبنا الدايمنشنز والستريسز بتاعت القاعدة. شكرا.